اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في الجزء الاخير من هذه الحلقه، احدث صفقات النادي الاهلي نجم محمود متولي. ازيك يا متولي؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله الف مبروك طبعا وجودك في النادي الاهلي بعد رحله طويله جدا مع النادي الاسماعيلي، هذا النادي العظيم وهذا الشعب العظيم. الحقيقه شعب اسماعيليه كلنا بنحبهم الحقيقه ويظلوا دائما في القلب، ولكن محمود متولي وانتقاله للنادي الاهلي اعتقد مبسوطة متولي بهذا الانتقال. طبعا الله يبارك في حضرتك الاول يا كابتن. اكيد طبعا خطوه تفرق جدا في حياتي، سواء كان كنت بفكر في طموح، سواء كنت بفكر في بطوله، سواء كنت بفكر في سي في، سواء كنت بفكر لليفل اعلى لمنتخب، كل طموحات اي لعيب ان هو يوصل للنادي الاهلي. هنتكلم بقى في الطموحات وهنتكلم في كل شيء وهنتكلم واحده واحده واحده، بس خليني ابدا معاك الاول. شعورك ايه يا محمود اول ما مضي؟ انا هرجع شويه قبل ما تمضي ومضيت امتى والكلام ده كله، ولكن الاول عايز اعرف شعورك لما مضيت في النادي الاهلي ودخلت الاول مره في حياتك النادي الاهلي وشفت اللي انت شفته النهارده والصور اللي احنا جبناها لك. يمكن يا كابتن الموضوع بدا من وقت طويل جدا. خلينا نتكلم في الاول عن الموضوع، هنرجع له هنتكلم فيه كتير جدا النهارده والناس مستنيه منك كتير يعني النهارده، ولكن احساسك وشعورك النهارده كان ايه؟ هو كان الاحساس يا كابتن يعني حاجه خدت وقت طويل قوي، بس انا كان عندي ثقه ان هي في وقت من الاوقات هتتحقق، ودي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. ان انا في وقت من الاوقات كنت بجتهد وبتعب علشان اوصل لهدف معين، طبعا مش هو يعني طموحي طبعا ما يخلصش، لكن كان هدف من اهدافي ان انا اوصل لحاجه الناس كانت دايما بترددها، وان محمود متولي يكون في الاهلي، ودي كلام سمعته كتير لحد الحمد لله ما حصل الحاجه اللي انا كنت في وقت من الاوقات ما كنتش مصدق ان هي حصلت من كتر الكلام اللي سمعته. يعني انا كنت اوقات يا كابتن كنت ببقى قاعد في بيت بتمرن في الجيم، بتمرن مع فرقتي، بسمع كلام من كل الناس ان انت خلاص رحت. فهو كان كل الناس عارفه كل حاجه الا انا كابتن. ده الطبيعي عندنا 100 مليون الحقيقه بالظبط. فطبعا احساس مختلف تماما، الاول يعني راحه نفسيه، وتاني حاجه شوية ذهول ان الموضوع الحمد لله خلاص اخيرا تم الحمد لله. ده اول كان ليك اول مره النهارده في النادي، دخولك النهارده كان لاول مره. فعلا النادي شفت بقى الملعب وكل حاجه كانت النهارده جميله وعظيمه. طيب خلينا عشان نكمل مع محمود متولي احدث صفقات النادي الاهلي، هنطلع نشوف تقرير صوتي عن متولي الاول، وبعد كده نرجع بقى نتكلم عن النشأة والاهلي وازاي واللي حصل والحاجات دي كلها. خلينا نروح نشوف تقرير صوتي عن محمود متولي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. متولي خلينا نبدا معاك من البدايه خالص، نشأة محمود متولي وعشت ازاي ولعبت كره ازاي ورحت النادي الاسماعيلي ازاي، ما نكلمنا عن نشأتك منذ البدايه وحتى الان. حقيقة كابتن انا مواليد المنصوره، يمكن والدي والدتي وعائلتهم يعني من المنصورة، دي حاجة أنا بعتز وبفتخر بيها جدا. من المنصورة أساسا. بعد كده يعني شغل والدي ووالدتي اتنقل العريش في شمال سينا، فكانت نشأتي كلها في شمال سينا، طفولة بقى وذكريات وصحاب وكل حاجة كانت في العريش لحد سن 10 سنين. العشر سنين عملت فيهم كل حاجة كطفل، بيلعب مع أصحابه، بيلعب كرة في الشارع، بيفكر ان هو يبقى عنده طموح ممكن يلعب كرة في مكان معين في مركز شباب. بداية صغيرة يعني كابتن زي اي حد يعني بيحس ان هو كويس في حاجه وبيحاول ينميها. ما جاش في دماغك ساعتها وانت في العريش في العشر سنين الاولى، ولا كان لسه 10 سنين ما تعرفش تفكر في الاهلي او في الاسماعيلي او في الانديه اللي انت بتحلم بيها؟ هو انا الحقيقه كابتن انا بدات تمرين في مكان يعني في مركز شباب ابو سهل، بدات التدريب فيه من وانا عندي 7 سنين، كان تحت قياده كابتن فتحي الشناوي، طبعا هو اول من دربني كابتن فتحي الشناوي. اسم عمري ما هنساه في حياتي، لان هو بدا معايا من نقطه صفر، مجرد واحد هاوي بيحب يلعب كره قدم، فهو خده بدا يطور فيه وبدا يعلمه اساسيات كره قدم. لكن الحمد لله الموضوع اتطور،
يمكن والدي كان سبب رئيسي في وجودي مع حضرتك دلوقتي، او في وجودي لانه صدق نفسه، صدق حلم هو بيحلم بيه، ان هو عايز ابنه، شايف ابنه موهبه كويسه وعايز يطورها، عايز يخليه يبقى حاجه كويسه. فضل ورايا لدرجه ان هو دفع فيا فلوس في طفل سنه 10 سنين لسه يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في حياته، يعني مبتدأ حياته. يعني عايز اشكره على الهوا مع حضرتك، فرصه بنتهزها يعني كابتن، ان انا اقدم لوالدي شكر كبير جدا على المجهود اللي هو عمله معايا. ربنا يخليه لك. لولا فعلا ما كنتش هبقى محمود متولي. طبعا الاب ده الشيء الاساسي في حياه كل انسان، والاب طبعا السند والظهر، زي ما انت قلت كده كان سندك وظهرك في وقت انت كنت محتاجه فيها متولي. زائد يا كابتن ان هو كان واثق جدا في امكانيات انا ما كنتش يعني ما كنتش شايفها في نفسي. والدتي كانت مستغربه من ردود فعله على كل تصرفاته، يعني كان في استغراب تام. بدايه من ان هو فكر يوديه مركز شباب في سن صغير جدا، مرورا بفكره ان هو بدا يعني هيبدا يفكر في ان هو يوديه اختبارات في نادي، مرورا لان النادي هيطلب فلوس، مرورا لان هو محتاج يدفع فلوس في ولد صغير بيمشي من مركز شباب يروح نادي كبير. لا الموضوع فعلا يستاهل الشكر. بعد كده وانت بمركز شباب ابو صقل بعد كده عملت ايه؟ كان عندنا في يوم من الايام كان عندنا مهرجان براعم. المهرجان ده كان موجود فيه كابتن علي ابو جريشه، كابتن انوس من نادي الاسماعيلي. طبعا نجمين كبيرين الحقيقه جدا، سواء كابتن علي او كابتن انوس. اكيد طبعا. وكابتن سونا. دول كباتن محترمين جدا، اتعاملت معاهم فتره طويله جدا. يمكن كان اكتشافي في المهرجان ده، سافرنا بعد كده لقنا كان زي معسكر داخلي في محافظه قنا. يعني الكابتن علي والكابتن انوس والكابتن سونا كان لهم دور في وجودك في الفتره دي. طبعا. ساعتها كان في منتخب اسمه منتخب القناه. المنتخب ده كان بيضم كل اللعيبه الكويسين في منطقه القناه وفي شمال سيناء، لان هي كانت يعني تابعه لمنطقه القناه في كره القدم. ساعتها كنت انا وكذا لعيب تانيين من عندنا من نفس المكان. الحمد لله عملنا قدمنا معسكر كويس ورجعنا تاني نتمرن في نفس المكان. لحد في يوم من الايام لما كابتن اتصل بوالدي قال له انا كابتن من كابتن علي كابتن فتحي الشناوي اتصل بوالدي فتحي الشناوي قال له النادي الاسماعيلي طلب محمود الاختبارات في النادي، والاختبارات هتكون يوم كذا. والدي طبعا فرح بفكره جدا، لان هو كان طموحه كان يعني. كان عندك كام سنه ساعتها يا متولي؟ كنت 9 سنين. 9 سنين؟ كويس جدا. 9 سنين ونص تقريبا. والدي اقتنع بالفكره ومشي ورا الموضوع لحد ما رحنا النادي الاسماعيلي فعلا. عملنا اختبارات، كابتن علي ابو جريشه كان موجود. يمكن الوقت بتاع السمول جيم كان تقريبا ربع ساعه، كابتن علي ابو جريشه ما طولش في الوقت قوي لحد ما نده عليا، كان تقريبا عدى 5 دقايق. قال لي جاي مع مين؟ طب انت بتلعب فين؟ انت منين؟ سنك قد ايه؟ فعرفته كل حاجه وقلت له ان والدي موجود معايا. في اليوم ده كابتن علي ابو جريشه مضاني استماره توقيع النادي الاسماعيلي، وقال لي هستنى الاستغناء منك من نادي ابو سهل. طلب فلوس اكيد نادي ابو سهل. بالظبط ده اللي حصل فعلا. ووالدك اللي دفعه؟ والدي هو اللي اتصرف في الفلوس. تفتكر المبلغ كام؟ طبعا أوكي. كابتن كان ساعتها 2000 تقريبا 2001 او 2002 كان 10,000 جنيه. المبلغ كان كبير يعتبر ساعتها. ولد طفل يعني عنده 19 سنين كده. يعني عن كل سنه 1000 جنيه مثلا. ف كانت حركه فيها شويه ازعاج للعيله، يعني مكونه من 3 اولاد وزوج وزوجه يعني. لكن تدفع 10,000 جنيه في الوقت ده كانت يعني طبعا كان مبلغ يعني. فالحمد لله
الموضوع مشي، خدت الاستغناء بتاعتي من النادي ووصلتها للنادي الاسماعيلي وتقيدت، بقيت مقيد في النادي الاسماعيلي من الاول بقى خالص، من وانت عندك 10 سنين بالزبط. فضلت تلعب لغايه لما طلعت الفريق الاول بالظبط. الفريق الاول تفتكر اول مباراه لعبتها مع النادي الاسماعيلي؟ كانت مباراه اتحاد العاصمه في بطوله افريقيا، بطوله الكونفدراليه، في استاد الدفاع الجوي. كان المدير الفني مين ساعتها؟ الكابتن محمود جابر. كابتن محمود جابر، كابتن محمود جابر والكابتن صبري المنيوم اللي موجودين، الكابتن محمود والكابتن صبري اللي موجودين حاليا. طيب لعبت في النادي الاسماعيلي كم موسم؟ طبعا الحاجات دي انا عارفها، بس يعني انا بحبك انت تقول. كتير، كانت حياتي كلها تقريبا في النادي الفريق الاول. في الفريق الاول حوالي 8 سنين. 8 سنين. عندك كم سنه يا محمود؟ 26. 26 منهم 8 سنين في الفريق الاول للنادي الاسماعيلي. طيب لعبت 8 سنين في النادي الاسماعيلي، خدت كم بطوله؟ ولا بطوله. ولا بطوله في النادي الاسماعيلي للاسف الشديد. للاسف. طيب بعد ما 8 سنين ايه اللي حصل بقى؟ ما هو هنا النقطه، وهنا عايزين نبدا كلامنا خلال الفتره دي. هل قبل ما تروح او قبل ما نروح للفتره دي، عايز اعرف انت الفتره دي كان هناك رحت منتخب، رحت حاجه مع كابتن ربيع ياسين اعتقد؟ هو انا بدايه يا كابتن ما كانتش فريق اول على طول. كان في كنت بلعب في الناشئين مع كابتن احمد فكري الصغير. ساعتها كان عندنا يعني هو تقريبا 90 دقيقه فصلت في حياتي، كنا بنلعب قصاد الاهلي في استاد اسماعيليه ناشئين. كنا 18 سنه تحت 17 اسماعيلي بيلعب الاهلي بالظبط. كان ماتش تقريبا اسماعيليه كلها كانت بتتفرج عليه، لان ماتش اهلي واسماعيلي في اسماعيليه في استاد الاسماعيلي، فدي حاجه بالنسبه للجمهور هناك حاجه كبيره جدا طبعا. فالحمد لله عملت ماتش كويس جدا، يمكن كان من احسن ماتشاتي. بتلعب ايه بقى في الموسم؟ كنت بلعب ليبرو. ليبرو ثلاثة يعني. في الطريقه العاديه اللي هي الثلاثه بالظبط. الحمد لله قدمت ماتش كويس جدا. الماتش ده كابتن خلى محمود متولي اللي بيلعب في الناشئين بقاله كان حوالي 7-8 سنين بقى بيلعب منتخب شباب، وبقى بيتمرن مع الفريق الاول وعنده فرصه ان هو يلعب مع الفريق الاول. 90 دقيقه. 90 دقيقه دول حقيقي، فعمرك ما هتنساه. النادي الاهلي طرف في كل حاجه. طيب كابتن ربيع ياسين اختارك منتخب الشباب ولعبته بطوله تصفيات كاس افريقيا اعتقد في ذلك الوقت، وبعد كده وصلتوا كاس عالم في تركيا. لو وصلنا كاس، لعبنا بطوله افريقيا وبعد كده نهائيات افريقيا وبعد كده لعبنا كاس عالم. لعبتوا طلعوا ثالث افريقيا؟ لا خدنا بطوله افريقيا. خدتوا بطوله افريقيا صح في ذلك الوقت، وبعد كده لعبتوا كاس عالم. اخر ماتش تقريبا لو كنا المنتخب المصري كسب، كنا كسبنا 3 اهداف كنا صعدنا يعني المفروض. 3 اهداف كنا بنلعب انجلترا. كسبنا 2-0، كان المفروض عشان نصعد نكسب 3. المفروض عشان تصعد تكسب 3-0 والمنتخب كسب 2-0. كسبنا 2-0. رجعت بقى من هناك من كابتن ربيع، لعبت منتخب اول. انا اسف، لعبت فريق اول للنادي الاسماعيلي. بالظبط. كانت البدايه مباراه ايه في الدوري لو تفتكر؟ لا الحقيقه في الدوري مش فاكر، لكن انا افتكر كويس جدا ماتش اتحاد العاصمه، لان هو الماتش اول ماتش ليا مع الفريق الاول. كان كمان لما نزلت في الوقت الاضافي في الشوط الثاني الاضافي، كابتن صبري المياوي كان عنده ثقه فيا في ان انا لو وصلنا لضربات الترجيح بشوط كويس، عندي ثقه في نفسي، وفعلا ده حصل. لكن نتيجه للاسف. كان قال لك ايه بقى وانت نازل الكابتن صبري في ذلك الوقت؟ الكابتن صبري كان محتاجني في نص الملعب، انا مش عارف كان اختياره ليا في ان انا هلعب نص ملعب الماتش ده. يمكن ما كانش عايز يزود الضغط عليا في ان انا ابدا ماتش كبير زي ده بالظبط في مكان. كان لسه طريقه اللعب اللي هي 3-5-2 العاديه. احنا تقريبا ساعتها كنا بنلعب 4-4-2، يعني يمكن طريقه الكابتن ربيع كان ساعتها بيلعب في منتخب الشباب، كنت بلعب ليبرو برده، ليبرو المتقدم. نفس الموضوع كنا بنلعب فرقتنا في الناشئين برده، كنت بلعب ليبرو، يمكن طريقه مدربين يعني. لكن احنا في الاسماعيلي كنا بنلعب 4-4-2 عادي في الماتش ده، فهو يعني فضل ان هو يساعدني في ان هو يحطني في مركز ديفندر ميدفيلدر. كنت أول مرة تلعب ميدفيلد؟ كانت أول. لا كنت بلعب كابتن كتير، كنت ساعات بقى. هو البوزيشن الحقيقي بتاعي كابتن الميدفيلد. اوكي. واللي أنا بستمتع جدا بيه لأن أنا بحب ألمس الكورة كتير يعني. لكن فكرة الليبرو أو المدافع
دي موجوده وانا بحب لعبها جدا لان انا بحب جدا اغطي زمايلي، بحب اعمل كوفر كويس قوي. خلي بالك اللعب برضو في النادي الاهلي بيبقى مختلف، هنتكلم عن الفتره دي لانه أكيد. انت دايما من النادي الاهلي من الفرق اللي بتحضر من ورا، فكانك بتلعب يعني بالظبط. بس يا كابتن، ف الماتش ده يعني تقريبا هو ماتش كان بدايتي مع النادي الاسماعيلي كفريق، كلاعب فريق اول، لعيب محترف. ماتش اتحاد العاصمه، وكان عندي قداني ثقه ودفعه كبيره جدا في نفسي ان انا امشي بخطه كويسه واكمل بمستوى كويس جدا. لاني نزلت كان تقريبا فاضل 10 دقائق نلعب ضربات ترجيح، واوريدي شوت في وسط ناس لعيبه واسامي كبيره جدا كلهم كباتن كبار. كان ساعتها كابتن احمد خيري، كابتن حمص، كابتن سلام على حمص سليه. لا سلام على حمص، ده حمص بحبه انت جدا. انا بحبه وانا بعشقه. حمص ده بالنسبه لي من افضل اللاعبين اللي جت مصر في هذا المكان، يعني بيعرف يدافع كويس قوي ولعيب حريف قوي. ده مره عمل لي جون وانا كنت بلعب في الاسماعيلي في ذلك الوقت، عمل لي جون وانا بظهره، كان شايفني. الكره كانت جايه له كده، جايه له كده وانا بلعب باك رايت ماشي من الناحيه الثانيه، حاططها لي بشماله كده من غير ما يبص. فحمص ده لعيب جامد جدا يعني. هو محبوب كابتن في وسط الناس. اتمنى اوصل في حب الناس ليا، اتمنى اوصل نصه طبعا. بعد كده بقى لعبت السبع سنين او الثمان سنين. طيب خلينا الاول نروح نشوف تقرير صوتي عن اهداف الاهلي. طيب ماشي، حاضر ماشي من عينيا. عايزين نتكلم معاك شويه لانه طيب سبع سنين او ثمان سنين منذ البدايه مع الفريق الاول وحتى انتقالك للنادي الاهلي، تفتكر مين المدير الفني اللي اثر فيك بشكل او باخر؟ يمكن معظم انا كابتن شخصيتي، انا لعيب بحب استفاد من كل الناس اللي بتعامل معاهم. سواء كان شخصيه ممكن تضرني لانها فيها حاجات سلبيه فهحاول ابعد عنها او احاول اتغاضى عن السلبيات، او شخصيه فيها ايجابيات واحاول ان انا اخد الايجابيات وتبقى موجوده في كاريزما او في شخصيتي. لكن انا اكيد اتاثرت بكل المديرين الفنيين اللي اتعاملت معاهم، لكن يعني خصوصا يعني لو هنيجي نخص مدير فني معين حسيت ان هو اثر فيا، يمكن كابتن ربيع ياسين كان رقم واحد، لان هو كابتن علمني اساسيات ان انا ازاي ابقى محافظ على تنظيم تيم، او سواء بره الملعب او جوه الملعب، ازاي ابقى بحترم زمايلي، ازاي هو انا اتعاملت مع كابتن ربيع وانا عندي 17 سنه. كابتن ربيع ياسين؟ طبعا. وانا عندي 17 سنه واستمرينا مع بعض لحد 21 سنه. كان الوقت طويل جدا ومعظمه اغلبه كان معسكرات. فلا كابتن ربيع ياسين ليه دور كبير قوي في حياتي، اثر فيا بشكل كبير بصراحه، وانا بعتبره واحد من المدربين اللي اقدر اقول عليه زي والدي. لان هو ما اتعاملش معايا كلعيب، اتعامل معايا كابن. وعامه مش معايا انا كلعيب معين، كان بيتعامل معانا كلنا مع منتخب كامل كاولاد يعني. لدرجه ان هو كان بيعلمنا اصول الدين، ازاي ابقى صح، ازاي ما انساش ربنا، ازاي اتعامل مع الشخصيات اللي حواليا، ازاي اعمل حاجه صح، ازاي ما ابعد عن الغلط. كل حاجه كابتن كان بيعلمني اعيش ازاي. برضو واحد من المدربين اللي حسيت ان انا مستوايا فرق معاه جدا كان باستيان دي صبر. مدرب هايل الحقيقه. جدا جدا، انا فعلا اتعلمت منه كتير وشفت فيه كابتن امكانيات مدرب كبير جدا، يعني بيفكر، عنده فكره، عنده تاكتيك. يمكن في وقت من الاوقات جمهور الاسماعيلي كان بيشكك في قدرات اللعيبه الموجوده، لان هو كان بيتمنى دايما، كل جمهور بيتمنى لنادين هو افضل حاجة. افضل، عنده افضل لعيبه، واصل لليفل كويس جدا، بيتمتع، خصوصا جمهور الاسماعيلي بيحب يتمتع ككوره. باستيان صبر كابتن عمل ده من اللعيبه، من كواليتي اللعيبه اللي موجودين اللي كانت الناس بتتكلم عليهم بشكل سلبي. فانا شفت دي نقطه ايجابيه جدا في تفكيره او في طريقته كمدرب يعني. انت لعبت باك رايت صحيح؟ لعبت باك رايت مع كابتن ربيع ياسين في وقت من الاوقات، بس ما كانتش ماتشات رسميه يعني.
كلها كانت ماتشات وديه. لكن انت المركز الاساسي ليك ميدفيلدر او يعني في وسط الملعب، ديفندر في وسط الملعب او ستوبر في خط الدفاع. بالظبط، انا بقيت بقول ستوبر يعني كابتن خلاص. يعني بقيت بلعبها اكتر. يمكن الفتره اللي فاتت اعتقد ان انت كنت بتلعب في هذا المكان دائما. بالظبط مع النادي الاسماعيلي يعني. ده حقيقي. يمكن لما لعبت ميدفيلدر مع النادي الاسماعيلي الحمد لله كان ليا تاثير، يعني كان ليا حاجات ايجابيه، جبت اهداف. يمكن الحمد لله كنت واحد من الهدافين الموسم اللي فات مع كريم بامبو. شايفها يعني حاجه ما تتحسبش، لان يعني ما اقدرش اقيم نفسي باهداف، انا اقدر اقيم نفسي بمستوى، براي الناس، كل الحاجات دي. تمام، هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل حلم الانضمام للنادي الاهلي، وكلام مهم جدا مع محمود متولي. هو لسه بيقول لي الفرحه بالبطوله حلوه جدا، قلت له طبعا يعني طبعا. الجمهور اللي انت شايفه ده او اللي انت شفته من شويه ده، اعتقد ان شاء الله في الموسم القادم سيكون متواجدا في كل المباريات بناء على الكلام اللي احنا بنسمعه، يعني من المفترض ان احنا نشوف الجمهور. اول حاجه عايزك تشوفها او الناس تشوفك من خلالها جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دائما السند القوي اللي بيعمل كل حاجه لجمهوره ولاعيبته اللي عمرها ما بتتخلى عنه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في لعيبه بتيجي نادي الاهلي كتير وبتمشي، وفي لعيبه بتيجي النادي الاهلي وبتمشي، ولكن اللعيبه دي عشان تيجي النادي الاهلي عملت كتير قوي 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 عشان تيجي النادي الاهلي. انا اعتقد ان انت من اللعيبه دول يا محمود، وهنتكلم في النقطه دي دلوقتي. عشان كده الجمهور ده مستني منه ايه خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا الاول يا كابتن عايز اشكرهم على الدعم الكبير ومساندتهم ليا من فتره طويله جدا. فكره ان انا اسمع من ناس كتير ان عايزينك في الاهلي، دي حاجه شرف لاي لعيب. في نفس الوقت محتاج اطلب منهم الدعم الكامل الفتره الجايه، سواء لتيم، طبعا هم بيقوموا بالدور ده، مش محتاجين دعوه. السنه دي خير دليل. اكيد انا استنى منهم الدعم ده كشخص او كلاعب جديد على التيم، ان شاء الله ما احسش ان انا جديد على التيم، ولا هم كمان ولا لعيبه ان شاء الله باذن الله. لكن رسالتي للجمهور ان هم دايما لازم يكون في دعم للفريق زي ما هم مستمرين في كده، علشان من غير الجمهور فعلا الفرقه ناقصه 50%. 50%؟ متاكد من الرقم ده؟ مش اكتر شويه؟ اكتر شويه، ممكن لا زود، لا زود شويه. زود كتير مش شويه. طيب انت كيف بدا بقى رحله الحلم يعني للنادي الاهلي؟ ايه اللي حصل وامتى اول مره حد كلمك بخصوص النادي الاهلي؟ الموضوع بدا عن طريق كابتن محمد فضل. وانا كابتن محمد فضل من الشخصيات المحترمه جدا اللي اتعاملت معاهم. طبعا فضل من الشخصيات الجميله. طبعا الموضوع بدا عن طريق كابتن فضل، بس ما كانش بطريقه مباشره ليا، كان بيتواصل مع صديقي واخويا الكبير وهو وكيلي محمد بغدادي، مع كابتن تامر النحاس طبعا. لكن محمد بغدادي هو اللي كان متواصل مع كابتن محمد فضل. بشكره طبعا على التعب اللي هو تعبه معايا هو كابتن تامر، خصوصا في نقطه ان هو يبعدني تماما عن اي مشاكل او اي كلام بيدور بره النادي او بره الكوره او بره الملعب بصفه خاصه. هو اوريدي عمل كده كابتن، ما كانش بيعرفني اي حاجه ليها علاقه بعروض، جاي لك عرض من النادي الاهلي بيتكلم معايا كابتن فضل، ما كنتش عارف اي حاجه تماما. كان هو بيتناقش معاه من بعيد لبعيد، كان بيعرف رغبتي بشكل غير مباشر. في نفس الوقت كابتن فضل حقيقه يعني كان بيتعامل مع النادي بطريقه فير جدا، طريقه محترمه، طريقه تليق باسم كابتن فضل واسم النادي الاهلي. ان هو ما كانش بيلف من ورا النادي الاسماعيلي، هو اوريدي دخل النادي الاسماعيلي. أيوة. وطلب ان هو يتعاقد مع محمود متولي في شهر يناير. يمكن انا مش عارف الموضوع خلص ازاي او وقف ليه، لاني فعلا كنت بعيد عن الموضوع تماما.
يناير اللي هو 2018 يناير 2019 2019 ده اخر مره كان في عرض من النادي الاهلي او كان بدات المفاوضات من الوقت ده. بعد كده مرارا طيب خلينا نقف عند النقطه دي تحديدا وناخد محمد البغدادي وكيل محمود متولي، بما انك بتتكلم عن نقطه انت ما كنتش تعرفها فاكيد هو عارفها، يحكي لنا برضو شويه أكيد. ماذا حدث في كواليس شهر يناير وكان من المفترض ان يكون محمود متولي متواجدا في النادي الاهلي في ذلك الوقت، خلينا نعرف ماذا حدث من كواليس تخص هذا الموضوع من بغدادي وكيل محمود متولي. ابو بغدادي ازيك؟ الحمد لله كابتن، مساء الخير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ واولا الف مبروك طبعا النهارده وجود متولي في النادي الاهلي بعد رحله طويله جدا جدا امتدت لسبع شهور اهو او اكتر بقى يمكن من قبل كده كمان. مظبوط، هو طبعا مبروك لكابتن محمود متولي انضمامه لاحد اكبر الانديه النادي الاهلي، طبعا اكبر نادي في مصر في قاره افريقيا واحد اكبر الانديه في العالم يعني اللي احنا كلنا بنعتز بيه. هو فعلا المفاوضات بدات مع كابتن محمود متولي من خلال كابتن محمد فضل زي ما الكابتن محمود متولي صرح. ايوه كان حوالي تقريبا من شهر نوفمبر 2018 وكان الكلام كله ان عمليه الانتقال هتتم في يناير، ولكن حصل تواصل ما بين كابتن محمد فضل ممثلا في مدير اداره التعاقدات في النادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي، اداره النادي الاسماعيلي، ولم يتوصلوا لحل وسط يعني واجلوا الموضوع لاخر السنه. تمام. بالفعل استلم الملف من كابتن محمد فضل كابتن امير. طبعا انا حابب ان انا اشكر من خلال حضرتك كابتن محمد فضل لدوره القوي معانا بصراحه، حاجه يعني ولا اروع، وده اللي احنا عاهدناه كاحد ابناء النادي الاهلي. واستلم الملف بعد كده كابتن امير توفيق اللي ما يتخيرش عن كابتن محمد فضل حاجه بصراحه، وتم التفاوض معانا. كنت حريص جدا ان انا ابعد اللاعب نفسه عن عمليه التفاوض، خصوصا لاعب مرتبط بعقد ساري مع النادي الاسماعيلي اللي بنكن له كل حب واحترام، خصوصا ان انا اسماعيلاوي وانتمائي اسماعيلاوي يعني، وبنحافظ طبعا على احترامنا لجمهور النادي الاسماعيلي اللي انا واحد منهم وبتشرف بكده. لكن لما نيجي نتكلم عن مستقبل لاعب بيبقى الموضوع شويه مختلف، خصوصا ان هو لاعب محترف، وارد يكون موجود في نادي، وارد يكون في نادي اخر. كابتن امير تولى الملف يعني تعاقد مع كابتن محمود متولي ومشي الموضوع بشكل كويس جدا. تلقينا عروض مغريه من انديه كبيره جوه مصر وانديه بره مصر، انديه عربيه، ولكن كان البريوريتي او الافضليه بتاعتنا كانت للنادي الاهلي. ليه؟ ها؟ نعم؟ بقولك ليه؟ لاعتبارات كتيرة جدا. أول حاجة احنا طبعا اسم النادي الأهلي والكيان بتاع النادي الأهلي والمنظومة بتاعت النادي الأهلي وشكل المفاوضات اللي تمت بشكل شيك جدا من بدءا من كابتن محمد فضل مرورا بكابتن أمير توفيق، من خلفهم طبعا كابتن محمود الخطيب، كان الموضوع ماشي بشكل يعني بروفيشنال جدا. ادانا انطباع ان احنا يعني الموضوع ماشي بشكل احنا استريحنا نفسيا لحاجه زي كده. لما نيجي نتكلم الموضوع ما بيبقاش تقريبا يعني متولي كان جاي له عرض ضعف قيمه انتقاله للنادي الاهلي من جوه مصر؟ ضعف القيمه بالظبط من جوه مصر؟ فجوه مصر وبره مصر. لا بغدادي انت سامعني ولا لا؟ بقول لك هو من جوه مصر ولا من بره مصر؟ من جوه يعني. لو هو كان معروض عليه جنيه، لو كان معروض عليه جنيه داخل النادي الاهلي، معروض عليه 2 جنيه من خارج النادي الاهلي. مظبوط مظبوط يا كابتن. مظبوط. فكانت البريورتي بتاعتنا ما كانتش ماشيه في اتجاه القيمه الماديه قد ما يكون ان انا بدور على مصلحه اللاعب نفسه من خلال الاستقرار الفني والاستقرار الاداري والكيان نفسه والمنظومه باكملها. ده اللي احنا بصراحه يعني شفناه وشفنا ان احنا نقدر نستفيد بحاجه زي كده. تمام. وعلى هذا الاساس اخترته النادي الاهلي ان يكون وجهه محمود الاهلي، وبدات المفاوضات ما بين النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي.
وحصلت ما بيننا ما بين النادي الاهلي وما بين النادي الاسماعيلي بروتوكول تعاون بين الناديين، وادى لتعاون مثمر هو انتقال محمود متولي للنادي الاهلي، ويبقى ده يفتح الباب لشكل جديد ما بين الناديين على المدى القريب والمدى البعيد باذن الله. تمام، يعني نتمنى لك كل التوفيق يا بغدادي، وان شاء الله تبقى حاجة جميلة جدا وجود محمود متولي في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وشكرا لدورك الحقيقة المحترم وكلامك المحترم على نادي عظيم ونادي كبير زي النادي الإسماعيلي. متولي، أندية تانية مصرية عرضت عليك ضعف المبلغ، وأنا لازم أخد منك أنت الكلام ده، أنت طبعا بغدادي وكيلك وكل حاجة، ولكن الكلام بيطلع منك الناس هتاخده. أندية تانية عرضت عليك بتاخد جنيه من النادي الأهلي، أندية قالت لك أنت هتاخد 2 جنيه. مظبوط الكلام ده؟ أنت تحديدا بعيدا عن النادي الإسماعيلي يعني. أنت تحديدا هتاخد 2 جنيه. ما وافقتش ليه أنا بما أنك لاعب محترف يعني؟ بص يا كابتن، الأسباب كتير. أولها لأن أنا لعيب بيتأثر بظروف اللي حواليه، ده طبيعي لأي بني آدم. طبعا. ليه؟ لان انا طبيعي لو بتعامل كويس، لو نفسيا مرتاح، بتعامل مع منظومه مؤسسه مش شخص معين، دي حاجه تفرق معايا كلاعب، تخليني ابقى نفسيا مؤهل ان انا كابتن ادي احسن شكل بافضل صوره في الملعب يعني. السبب الثاني ان انا مش بدور على ماديات قد ما بدور على ان انا فين هلاقي نجمي يعني، فين هلاقي ناس تساعدني، فين هلاقي زمايل ليا بنفس المنتاليتي بنفس التفكير. اختيارات يعني كابتن بيبقى، فلقيت ده موجود داخل النادي الاهلي، عشان كده اخترت النادي الاهلي بعيدا عن الاسماء. زائد ان انا كابتن طبيعي يعني اي لعيب ليه شرف ان هو يلعب في النادي الاهلي. انا لعيب عندي طموح، نفسي يبقى عندي بطولات، نفسي يبقى عندي سي في يا كابتن كويس جدا. نفسي اوصل. شفتك متضايق قوي يا متولي لما سالتك، قلت لك 7-8 سنين في النادي الاسماعيلي. يعني انا لما سئلت مثلا، انا لعبت 5 سنين في النادي الاسماعيلي، لما سئلت انا خدت دوري وخدت كاس في النادي الاسماعيلي وخدت 2 افريقيا، وبالتالي ببقى حاسس باللي انت حاسس بيه ده شويه، ان انت بقالك فتره طويله بتلعب ومش عارف تاخد بطولات. طبعا يا كابتن حاجه مش حلوه كلاعب عنده طموح ونفسه يبقى اسمه كبير، نفسه يعمل حاجه للنادي اللي هو بيلعب فيه. وانا اتعودت او اتعلمت ان انا اكون لعيب محترف، بعمل كل اللي اقدر عليه في الملعب عشان الملعب وبره الملعب عشان اقدر اوصل اسم النادي لاعلى مكان يعني. ده الطبيعي، ده اللي اي لعيب المفروض، اي لعيب محترف عنده منتاليتي كويسه جدا بيفكر في مستقبله، عايز يبقى ليه اسم، عايز يلعب يمثل بلده، وعايز يمثل النادي اللي هو بيلعب فيه، طبيعي يا كابتن يبقى عنده شويه يعني بنقولها بالبلدي شويه ضمير في مجهوده، ما يبخلش يعني. انا بفكر بالطريقه دي، فطبيعي يا كابتن هبقى متضايق لو انا قضيت 7-8 سنين في حياتي من غير ما اعمل للنادي اللي انا بلعب فيه بطوله، دي حاجه مش كويسه جدا. طبعا. هل حصلت عليك ضغوط خلال الفترة الأخيرة دي اللي كان فيها التفاوض ما بين النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي علشان أندية أخرى سواء بره مصر أو جوه مصر؟ ضغوط من أي نوع يعني، مادية، تليفون كده يعني؟ طبيعي يا كابتن. كان حصلت طبعا معك. طبعا كان فيه. يمكن مش دلوقتي بس، الكلام ده كمان يعني من سنة فاتت كابتن. كمان الحاجات دي كانت موجودة، لكن فكرة ان انا زي ما قلت لحضرتك تفكيري مش ماديات بس. يعني بتفرق معايا كشخص يعني. ان انا ضغط عليك ازاي يا متولي؟ معلش بس النقط دي يعني ان انت بيفهم النقط دي كويس. طبعا يا كابتن، ان انت لازم تبص لاستفادة النادي، وطبعا بكل بساطة كابتن النادي هو اللي عمل اسمي، النادي هو اللي دعمني، جمهوره اللي دعمني طبعًا. يعني هو سبب في ان يبقى ليا اسم في الكوره المصريه. برافو عليك. طبيعي يا كابتن هفكر في استفادته يعني. طبعا. لكن ما فكرتش كده طبعا يا كابتن تبقى غلطان. لا لازم افكر في كده كابتن، لان النادي ده ليه فضل عليا عمري طبعًا. ما انكره يعني. يعني بصوره او بالثانيه لازم اشكر جمهور النادي الاسماعيلي جدا على فضل. على اللي عمله معايا الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت، على دعمه ليا كل الفتره اللي فاتت. النادي الاسماعيلي انا عشت فيه اكتر ما عشت في بيتي فعلا.
بشكر كل الناس اللي كانت موجودة جنبي اللي ساعدتني، كل الجمهور اللي قال اسمي في يوم من الأيام أو اللي كان ورايا بيساعدني أو بيدعمني، كل الناس اللي كانت موجودة في النادي كعمال كموظفين كإدارة. بشكر جميع الإدارات يا كابتن اللي كانت موجودة في النادي في كل الأوقات اللي عصرتها. بشكر كل اللعيبة اللي أنا اتعاملت معهم، بداية من كابتن حمص لأصغر لعيب موجود في النادي، كلهم ناس محترمة جدا بمتن ليهم بكل الحب والاحترام جدا. انت عارف ان انت كده بتزيد اكتر عنده بجد، مش انا بكلمك، انا عارف، انا بقول لك ان تقريبا ومش عايزك تتاثر يعني، لا بالعكس طبعا يعني، انا مقدر تاثرك ومقدر يعني الدموع في عينيك، انا فاهم، بس طبعا عشت ايام طويله في النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره جدا جدا جدا، والحمد لله ان سيكون هناك تعاون خلال الفتره القادمه ما بين مجلس اداره محترم بقياده المهندس ابراهيم عثمان، او مجلس اداره محترم ايضا بقياده الكابتن محمود الخطيب، فما تتاثرش، لانه الناس انت هتزيد عند الناس بالكلام اللي انت بتقوله ده، لانه مش معنى ان انت سبت النادي الاسماعيلي وجيت النادي الاهلي ان انت بتكره جمهور الاسماعيلي او كذا او كذا. لا خالص يا كابتن، ما اقدرش اكره جمهور كان بينده عليا في يوم من الايام. كان بيقول اسمي، كان بيحاول يقول لي ان انت هتبقى احسن من كده. ده طبيعي يا كابتن، انا ابقى ناكر للجميل لو قلت ان جمهور الاسماعيلي ملوش فضل عليا. بشكرهم مره واثنين وثلاثه مع حضرتك، وهي فرصه ان انا اوصل للناس دي رساله صغيره. ان انا بحترمهم جدا، بحبهم جدا جدا، واتمنى ان النادي الاسماعيلي يبقى في مكانته الطبيعيه، واتمنى ان جمهور الاسماعيلي يفضل داعم للفرقه وداعم للنادي بتاعه. الحمد لله الحمد لله، انا يعني بيني وبين نفسي وبين ربنا عارف ان انا ما بخلتش على النادي باي نقطه عرق كنت اقدر اعملها، او باي شويه مجهود كنت اقدر اطلعهم. الحمد لله الحمد لله يا كابتن، راضي عن نفسي تماما في كل اللي عملته مع النادي الاسماعيلي. لكن في الاول وفي الاخر النادي الاسماعيلي نادي كبير واسم كبير، ما اقدرش اقول كلام غير ده يا كابتن طبعا. لاني شخص اتعلمت في بيتي ان انا ما انكرش فضل حد عليا طبعا، ولكن جمهور النادي الاهلي يعني عايز اقول لك ان هو مع احترامي لكل جمهور مصر، ولكن دائما الكل يعرف ان جمهور النادي الاهلي تقريبا 70-80% من الجمهور المصري، ده مش كلامي، ده كلام كل اللي بيشجعوش حتى النادي الاهلي. فما تقلقش، جمهور النادي الاهلي هتشوف بقى الفتره اللي جايه هيقف مع محمود متولي ازاي، لانه لاعب في النادي الاهلي وهيموت نفسه عشان يلعب في النادي الاهلي. اكيد خلال هذه الفتره تعرضت لضغوط وكذا وكذا وكذا، ولكن اصرارك على وجودك في النادي الاهلي، امتى الموضوع عرفت ان هو انتهى؟ لسه النهارده الصبح. يعني انتهى في وقت قليل جدا. يمكن بدأ بشكل رسمي يا كابتن من فترة، حوالي 3 أسابيع أو شهر. الموضوع فضل يتطور، كان في اتفاق بين الناديين، بدأوا يتفقوا وياخدوا ويدوا في الآراء، يعني يكون في آراء مختلفة لحد ما توصلوا لاتفاق. بعد الاتفاق كان في شوية إجراءات كان لازم تتم، على أساسها الصفقة تمت الحمد لله. وده كان النهارده الصبح يمكن بعد الفجر، لان الموضوع كان متعب جدا لكن كان يستاهل التعب. النهارده كان اليوم طويل شويه، لكن اليوم كان يفرح، كان يبسط، لاني اتقدمت خطوه. هي خطوه يعني، مش هقول لك هي خطوه مجرد خطوه، هي خطوه بفداني كابتن، لان حاجة من الحاجات اللي هتساعدني في اللي أنا نفسي فيه. تمام. طيب هل خدت رأي حد من أصدقائك في النادي الأهلي؟ مين من أقرب الناس اللي لعبوا معاك في المنتخب أو في حاجة، مين؟ هم كتير بصراحة. كتير. كتير فعلا. كان أولهم عمرو السلية في النادي الإسماعيلي. طبعا عمرو من الناس اللي بحبهم وبعزهم جدا جدا. شبه بعض حتى. وليه دور كبير قوي في حياتي يعني. صالح جمعه، رامي ربيعه،
ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، ناس كتير من الموجودين دلوقتي، رمضان، محمد هاني، يعني ناس كتير فعلا اتعاملت معاهم سواء في منتخب شباب، منتخب اولمبي، في نادي الاسماعيلي. يمكن كلهم شخصيات محترمه وانا بعزهم على المستوى الشخصي، والعلاقه بيننا الحمد لله كويسه لحد دلوقتي. عمرو جمال نشر صوره امبارح. عمرو جمال ايه اللي حصل؟ لا، عمرو انا قابلته بالصدفه في الشارع يعني، وكانت الصدفه ان انا رايح الجيم اتمرن وهو في نفس الوقت كان رايح برضو نشر الصوره بالظبط، فكانت صدفه يعني. مجرد صدفه بس، مفيش حاجه. ده حقيقي. طيب، مؤمن زكريا من اللاعبين اللي لهم دور كبير الحقيقه مع النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت، ايه رايك في مؤمن زكريا وفي مستوى مؤمن، وتعرفه بشكل شخصي ولا؟ يمكن ما تعاملتش مع مؤمن بشكل شخصي، لكن حب تحديه مع نفسه قوي. مؤمن لعيب مجتهد جدا، ودايما اللعيبه كابتن اللي بينتقل لمكان، اللي بيروح من مكان لمكان، يعني عارف انت بيبقى بينهم منافسه كبيره، ده لعيب بيبقى عنده تحدي كبير جدا مع نفسه قبل ما يكون مع النادي اللي هو راحه. عشان كده انا بحب النقطه دي فيه جدا. طيب، خلينا ناخد واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه، نجم كبير، مؤمن زكريا. مؤمن كابتن، ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام الحمد لله. متولي عامل ايه؟ متولي اهو، ده لسه كان بيقطع فيك حاله، ما اعرفش سمعته ولا لا. لا، كنت عايز ادبسه على مش عارف انت تصدق ولا لا يا كابتن. بقول له الف مبروك وان شاء الله بالنجاح حبيبي باذن الله. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. مؤمن، لو عايز تقول لمتولي حاجه في ظل هذه الظروف، وفي ظل مجيئه من النادي الاسماعيلي، وفي ظل ان هو داخل على النادي الاهلي وفتره صعبه، والضغوط اللي تعرض ليها تقريبا حاجه مشابهه للي انت عديت بيه يعني لفترات طويله، تقول له ايه؟ لا اكيد طبعا يا كابتن سامو، عنده تحدي، وده نوع شخصيه اللعيب عباس. متولي من الناس اللي دماغها كويسه، عنده ثقه في نفسه كويسه، فده هتساعده في كتير في النادي طبعا، من خلال زمايله وجمهوره وجهاز فني اكيد كله هيساعده. فاتمنى لو النجاح دي هتبقى حاجه كويسه، وعنده تحدي الفتره الجايه طبعا يعني خلاص، متولي اكيد طبعا موجود في مباراه السوبر، اذا كان النادي في افريقيا على طول هيخش في الاوائل على طول. انت خلي بالك وانتوا في التمرين ممكن يوم جاي مديك كوبري جامد جدا، خلي بالك بقى، لان انت بتلعب ولا في الاول هتسيبه مؤمن؟ لا انا اكيد طبعا، ولا هتسخن عليه على طول؟ لا شويه ثقه كده بيتم وسط زمايله وسط اخواته، ودي احلى حاجه بصراحه في النادي. طبعا دي واخدانا من اللعيبه الكبيره طبعا، فهم اي حد بيكونوا بيعملوا معاه فهو اكيد يعني هيخش هيلاقي ترحاب من ناس كتيره يعني. النجاح دي اهم حاجه يعني. تنصحه بيها مؤمن، وانت عشت بقالك فتره طويله في النادي الاهلي؟ انا كلمه واحده، ولا اكنك لسه اول سنه تلعب كوره، عشان تعمل طموح لنفسك، تحقق اهدافك، ان شاء الله تحقق بطولات مع النادي ان شاء الله. فدي اهم حاجه، تحط لسه اول سنه لسه بتلعب كوره عشان تقدر تعمل حاجات لنفسك. لانه فعلا اللعب للنادي الاهلي هيبقى مختلف عن كل الانديه. لكن مؤمن، انت من اللعيبه القديمه اللي في الفرقه خلاص يعني، من 3 4 سنين كنت من اللعيبه الجداد، دلوقتي بقيت من اللعيبه القديمه في الفرقه، هتستقبله متولي في اول تمرينه ازاي؟ طبعا زي ما حضرتك قلت في الاول، اكيد هنستقبله ان هو اول يوم كنه موجود معاه 10 سنين ولا حاجه. طبعا هنرحب بيه وكل حاجه، هيخش في الاجواء على طول، لان خلاص مفيش وقت. مفيش حاجه كده ولا كده؟ كده ولا كده زي ايه يا كابتن؟ لا مفيش وقت. عندك استعداد للبطوله، هتنسى ان انت خدت الدوري، عندك بطولات مهمه الفتره الجايه. طبعا هيحس بالوقت ده وهيخش على طول، واتمنى له النجاح باذن الله. شكرا. اشكرك جدا يا كابتن مؤمن على هذه المداخله. كابتن مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي، بشكره طبعا على هذه المداخله. يعني ممكن يتعمل، خلي بالك، ممكن هو مؤمن بيطلع يتكلم كده، بعد كده ممكن تلاقيه عمل حاجه وحاجه كده ولا كده في التمرينه وانت داخل يعني.
فداية كابتن. فداية. فداية في الأول بس. في الأول بس بعد كده وخلي بالك في التمرين جامد هو يعني ما تخشش عليه اسمع في الماتشات الحقيقة كابتن. وفي طبعا الماتشات دي حاجة تانية لكن أنا بتكلم على التمرين لأن يعني أنت عمرك ما هتلعب ضده بقى إلا لو هو مشي لو أنت مشي يعني لا قدر الله حصل حاجة من دي تبقى مشكلة. طيب خلينا ناخد وعدت حضراتكم إن هيبقى في جزء كبير للجمهور أو جمهور النادي الأهلي مع محمود متولي. أسئلة حضراتكم تقريبا كل الأسئلة اللي أنا سألتها دي من حضراتكم ومن أسئلة حضراتكم لكن خلونا الأول نبدأ بالصفحة صفحتنا على الفيسبوك زي ما قلت لكم بث مباشر محمود متولي في حوار خاص على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال ملعب الأهلي اسأل متولي. طبعا جاي أسئلة يعني مش هقول لك قد إيه بقى أشوفها أنت بقى بص عليها حاجة يعني. حد قال لك مبروك عليك نادي القرن ده رفايدة جمال يا كابتن بتمنى لك التوفيق واللي يشتري الاهلي الجمهور بيشيله فوق راسه ودخلت قلوب الاهلوية باخلاقك وتمسكك بالانضمام لنادي الاهلي. محمود جابر علي بيقول كابتن محمود متولي كل من يأتي الى الاهلي من الاسماعيلي يحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير ولكن ظروف مجيئك جاءت بعد موقف جديد علينا هو ان لكل لاعب مكانة خاصة لدينا نتمنى لك التوفيق. خالد بيبو ألف مبروك يا كابتن وعايز أعرف هتلبس رقم كام وإيه المركز اللي بتفضله؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده كابتن المركز اللي بفضله هو المركز اللي بلمس فيه كورة كتير وليكن السيرد باك في النادي الأهلي لأن طريقة النادي الأهلي يمكن لعب الكورة بيبقى فيه بداية هجمة دايما. الرقم الحقيقة لسه يعني لسه ما اعرفش رقم كام بالظبط. تحب رقم معين ولا مش فارق معاك الارقام؟ يعني مش قد ما فارق معايا ان انا احب اكون موجود في الملعب كده بس كده بالظبط. وائل خليل الزيني بيقول اهلا بك يا كابتن محمود في نادي القرن ونتمنى تحقق مع الاهلي تاريخ ليك وتكون قد المسؤوليه وتحقق لنا حلمنا بعوده الاهلي للبطولات الافريقيه والعالميه باذن الله. حماده خلي بالك جمهور النادي الاهلي البطوله الافريقيه مثلا بقى لها سنتين او ثلاث سنين تقريبا بعيد عن النادي الاهلي سنتين او الثلاثه دول كانهم 20 30 سنه ده حقيقي. خلي بالك يعني هتلاقي نفسك خدت الدوري مثلا تاني يوم حد بيقول لك او جمهور النادي الاهلي بيقول لك اللي بعد كده اللي بعده طبعا اللي بعده دائما جمهور النادي الاهلي متشوق للقادم وده دي حاجه كويسه مسؤولية. جدا يا كابتن مسؤوليه طبعا وثقه كبيره في اللعيبه بتديهم ضغط زياده شويه لكن دي حاجه كويسه ان انت دايما بتدي بتوصل احساس الثقه ان انت دايما محتاج دايما عايز بطوله دايما انا مستني وفي نفس الوقت لما ما يكونش فيه بطوله انت في حاله سلبيه انت دلوقتي مش ساكت فدي حاجه كويسه جدا وايجابيه جدا من جمهور الاهلي يا كابتن طبعا يعني دي بعض البطولات طبعا او بطولات النادي الاهلي كتير قوي يا جماعه ماشي كنت بفكر في ايه وانت بتبص على الكؤوس والكتير يعني انا جالي وقت كابتن يعني جات لي لحظه كده افتكرت فيها بطوله افريقيا اللي خدتها مع منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين وافتكرت احساسي ساعتها كان ايه يمكن كان وحشني جدا الاحساس ان انا اخدت بطوله يعني. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. يعني ربنا يكرمكم وتعملوا لنا حاجه وتعملوا لجمهور النادي الاهلي شيء جيد. تحياتي حماده عبد الطويل بيقول تحياتي اشكرك جدا ولصخر الدفاع الاهلي الجديد كابتن محمود متولي وسؤالي له من اللاعب الذي تمنيت اللعب بجواره في النادي الاهلي في الجيل السابق والحالي؟ في الجيل السابق مش لاعب لكن هم لعيبه كتير لكن ابرزهم كابتن محمد ابو تريكه طبعا. ايوه في الجيل الحالي يعني دايما يا كابتن بتمنى ان انا اعاصر الناس اللي دايما كلنا بنقول عليهم جيل ذهبي كابتن حسام عاشور كابتن شريف اكرامي كابتن وليد سليمان كل الناس اللي موجودين عندهم خبرات يا كابتن واخدين اكسبيرينس من كتر البطولات من كتر يعني ما شاء الله يعني كابتن حسام عاشور انا بحب فيه ثقته في 12 دوري بس ما شاء الله طبعا كابتن 12 دوري بس ثقة في ان انت بتلعب دلوقتي عشان تاخد بطولة يعني. تمام نورت بيتك يا نجم مستني منك الكتير بالتوفيق ان شاء الله. ده محمد ابراهيم شريف احمد بيقول مبروك عليك اكبر واعظم نادي في الكون اضافة ليك وهتكون اضافة لينا عايزين افريقيا كل البطولات بالتوفيق اللي يشترينا نشيله جوه عنينا اهلا بيك في النادي الاهلي. الكينج بيقول نتمنى
ان نراك عملاقا كحسن حمدي وعماد النحاس وابو الذهب ووائل جمعه وشادي وكل المجموعه. احمد محمد خميس من الكويت، الف تحيه، ليه كنت متمسك بالاهلي وايه طموحك مع ايه طموحك مع النادي؟ انت متمسك ليه قلت، لكن طموحك ايه؟ طموحي يا كابتن يعني طبعا بتمنى ان انا استمر في يعني الجمهور ده يستمر في فرحته. يمكن طموحي في وقت من الاوقات ان انا ابقى رقم واحد بالنسبه للجمهور، ودي ما بتجيش عن طريق اي حاجه غير الملعب. بتمنى ان انا اقدر اجيب اكبر عدد من البطولات وانا موجود جوه النادي الاهلي، لان انا اتعودت زي ما قلت لحضرتك ان انا بلعيب محترف، كل حاجه اقدر عليها بعملها في المكان اللي انا بنتمي ليه. طيب محمد علي بيقول كل اسماعيلاوي اللي جم الاهلي كانوا على قد المسؤوليه، يا رب تكون زيهم. محمد بلال بيقول اهلا وسهلا بك في البيت الكبير، وعاوزين نعرف بطاقه التعارف الخاصه بك، ونطلب منك حفظ نفسك بالقران علشان الحاسدين. بقول لهم برضو اسمك ايه، متجوز ولا لا، لو متجوز عندك ولاد، يعني قول للناس. انا عارف لكن الناس مش عارف. لا اسمي محمود متولي، على الاجتماعية انا خاطب وان شاء الله في مرحلة الجواز. ادعوا لي. ربنا يكرمك ان شاء الله. ان شاء الله. معناها خطوة صعبة بس ماشي. لا يعني اتمنى ما تبقاش صعبة يعني. ان شاء الله. لا انا بهزر طبعا. ان شاء الله تبقى وش خير عليك وتبقى وتملى بيتك يا رب ان شاء الله. هي دايما وش الخير بصراحة كابتن. لا تمام حلو، ما احنا كلنا بنقول كده في الاول. انا مش بوقعك ولا حاجه. لا لا خالص بصراحه، لا حقيقه بطولات ما هي عندك بطولات كتيره تقدر تهديها يعني. هي الاحساس بصراحه ان هي وش الخير فعلا طبعا. الحمد لله الدنيا ماشيه كويس جدا من ساعه ما كانت موجوده. دلوقتي قريب عندي قريب ان شاء الله باذن الله يا كابتن. ربنا يعني يكرمكم ان شاء الله ونشوفكم في بيت العدل يا رب. دعوه بضمير دي. اتفضل. عندي ثلاث اخوات، عندي اخين غيري، واحد اكبر واحد اصغر، محمد واحمد. والدي والدتي احنا اسره متوسطه يعني، يعني زي المتوسط بتاع بتاع الشعب في مصر يعني. بتمنى ان انا يعني ربنا يكرمني عشان اقدر اساعد اهلي زي ما هم وقفوا جنبي كتير وساعدوني. ربنا يكرمك. هاني بيقول اعتقد ان مفيش لاعب جه الاسماعيلي وما حققش نجاح في الاهلي، اتمنى لك التوفيق. تمام. انا مش هسالك بقى يا كابتن محمود، انا عايز اقول لك اني بحترمك وحبيتك واحترمتك اكتر من ساعه ما عرفت انك متمسك بالنادي الاهلي، واللي يحب الاهلي نحبه ان شاء الله، منتظرين منك كتير جدا. دي شيماء تريكا. عزه سعد بتقول ان شاء الله اضافه للدفاع بالتوفيق. بس سؤال احمد عليوه برضو، ابراهيم بيقول الف مبروك يا كابتن محمود، سعداء بوجودك في النادي الاهلي وقناه الاهلي، برجاء شرح كيفيه التعاقد مع الاهلي يعني عشان جماهير الاسماعيلي. لا مفيش الكلام ده يا جماعه، الكلام ده خلاص، الموضوع بقى احتراف واللي بيجي من هنا يمشي، مفيش مشكله خالص، بتحصل وبتحصل كتير جدا. اسئله كتيره معلش. سامي ابو اسلام بيقول يا اخي شكلك في سماحه النادي الاهلي وناسه المحترمه السوليه وربيعه معلول وليد، حاجه كده بتنور في الضلمه. الرئيس خميس بيقول اللي اشترينا نشيله في عينينا، وكاتب كتير قوي بس معلش اعذرونا يا جماعه، يعني باعتين كتير جدا فلازم اخد معظم الناس يعني. اشرف ابو عيل بيقول كابتن متولي شرفت الاهلي، هنشوف صخره جديده. تمام. ليه اخترت الاهلي وايه المراكز اللي تقدر تلعب فيها؟ جاوبنا على هذا السؤال. السلية كلمك بالمناسبه ولا لا في ال لا نس. بعد واخد اجازه هو اصلا شاف صور على الانستغرام. طبيعي يا كابتن انا لو مكانه مش هعمل كده. لما اجي هو السنه دي كانت صعبه جدا اصلا، متولي اكيد يا كابتن عدوا بظروف صعبه جدا، والسليه واحد من الناس اللي كان من المفترض ان هو يعني ينضم للمنتخب، لكن في النهايه تمام. فمعلش اعذره المره دي. كتبت اسمك في البطولات القادمه، دخلت قلوب الاهلاويه. ايوب ابو علام ماشي. يعني يا جماعه بصراحه يعني، طب خلينا نروح على تويتر شويه على اساس برضو يبقى بنحاول مع الناس سواء هنا او هنا متولي، لغايه لما انا اروح بقى على تويتر. برضو عايز اسالك عن بعد انضمامك، هل التقيت مستر لاسارتي ولا لا؟ لا حقيقه لسه ما تقابلناش.
لكن هو انا عندي علم طريقه قديمه قوي صح قبل ما تكمل مستر لاسارتي لكن انا عندي علم ان هم في اجازه دلوقتي ان شاء الله قبل يوم الجمعه باذن الله. التقيت بالكابتن سيد ولا هو كان امير النهارده بس؟ كابتن سيد كان موجود. سيد يعني ما بياخدش اجازات قاعد. كابتن سيد ليه قال لك ايه كابتن سيد في اول حاجه قالها لك يعني؟ يعني طبيعي يا كابتن كان بيشرح لي المينتاليتي بتاعت اللعيب اللي المفروض يبقى متواجد في النادي الاهلي وده اللي انا حبيته يعني او ده اللي انا كنت مهيئ نفسي ليه لما فكرت ان انا اقول النادي الاهلي وصف لي قد ايه احساس ان انت هتبقى في بيتك مش يعني هتبقى بتتعامل مع اخواتك عامل مع اسره مش بتتعامل مع افراد ايوه كلامه ليا كان في منتهى الحماس اداني دفعه بصراحه كابتن ان انا ابدا تمرين من النهارده مش بكره يعني. كابتن محمود كلمك كابتن محمود الخطيب كلمك النهارده قابلت كابتن محمود الخطيب طبعا بشكره جدا على ثقته واختياره ليا دعمني وكان موجود يعني من ورا كابتن امير توفيق وقبل كده من ورا كابتن محمد فضل كل شكري ليه ولكل افراد مجلس الاداره والجهاز الفني على اختيارهم ليا طبعا. الكابتن خطيب ليجند بالنسبه لنا كلنا يعني او طبعا. اسطوره بالنسبه لكل الجيل بتاعنا تقريبا يعني وانا 43 سنه مثلا 26 سنه فانتوا عرفتوا الكابتن خطيب وشفتوا واحنا عرفنا وكده لما شفت كابتن خطيب حسيت بايه؟ تعاملت معاه ازاي؟ يمكن انا والدي يا كابتن في وقت من الاوقات كان ليه صوره مع كابتن والدي كان ليه صوره مع كابتن محمود الخطيب في 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 البلد اللي انا اتولدت فيها في الكلام ده الكلام ده كان يعني كلام قديم صور ابيض واسود فدي حاجه دايما كنت بعتز بيها جدا كان والدي كان موجود معاك النهارده ولا لا؟ لا للاسف للاسف كان والدي بيبقى فخور جدا بالصوره دي لحد النهارده انا لما شفت كابتن محمود الخطيب يعني رهبه وهيبه برضو كابتن ان الموضوع انت بتتعامل مع شخص رمز في افريقيا مش رمز على مستوى بلد مش رمز على مستوى هو رمز على مستوى قاره كامله فالكلام اللي كنت بسمعه عن كابتن والحديث والاقاويل كانت كتير جدا بالاضافه لكلام والدي عنه طبعا وفيديوهات اللي انا شفتها لكابتن محمود الخطيب كل الكلام ده كابتن كلام عن الشخصيه كمان كلام يا كابتن يخلي عند اي حد بيتعامل مع كابتن محمود الخطيب او بيشوفه لاول مره يبقى عنده يحس ان هو بيتعامل مع حد شخص ليه هيبه فطبعا ليا الشرف ان انا قابلته واتعاملت معاه وليا الشرف اكتر ان هو كان واثق فيا وفضل اختياري تمام احمد صلاح ده على تويتر بقى يا جماعه في هاشتاج اسال متولي ربنا يوفقك وتكمل مشوارك اللي جاي يكون اجمل باذن الله زينب السيد بتقول لك ده يعني واحده من الفان الجامدين جدا طبعا للنادي الاهلي انت شبهنا دخلت قلوبنا ذكي وفاهم ومحترم وكلامك رائع ويعني الحته الاخيره دي بلاش عشان يعني نورت بيتك بتقول لك وقاصف للجبهات فنورت بيتك مصطفى نادي احمد بيقول كابتن محمود شكلك شخص طيب دخلت قلوب الاهلاويه بتمنى لك التوفيق مع اهل البطولات اهلا بيك في نادي الشعب دودي الاهلاويه اهلا بيك في نادي الشعب يا نجم يا رب وشك يبقى حلو علينا وناخد افريقيا مصطفى رياض الشافعي الف مبروك يا كابتن وان شاء الله تحقق الفوز بالبطولات في النادي الاهلي طبعا ناس متابعه فبتبعت اول باول عبد الله شاكر بيقول ان شاء الله تبقى اضافه كبيره ما شاء الله على اخلاقك يا كابتن متولي وان شاء الله تكون اضافه قويه محمد حموده الجنرال شريف بيقول بتمنى لك كل التوفيق بس لازم تعرف ان تيشيرت الاهلي تقيل وتقيل جدا ونحن لا نقبل بالخساره يا حاج متولي واكيد انت عارف حاجه زي كده في الاخير هي صفقه ممتازه وبنتمنى لك من كل القلوب كل التوفيق والخير خلي بالك جمهور النادي الاهلي يعني على طول دخلت قلوبهم زي ما انت شايف كده هيقولوا لك بنحبك ما دخلتش قلوبهم دي حاجه هتلاقي حاجه ثانيه مختلفه دي حاجه انا سعيد جدا بيها ومدياني مزوداني ثقه كبيره جدا كده اهلا بيك في نادي القرن ده اهلاوي مستنيين منك كتير يا متولي اللي يحب الاهلي نحبه ده رامي احمد
لؤي خاطر بيقول حبيناك متولي من اول نظره، بنتمنى ان انت تعتزل جون. لسه بدري يا جماعه، ده 26 يعني قدامه 10 كمان. مين الجيل الحالي اللي لعبت معاهم في الاسماعيلي قبل كده؟ مين من الجيل الحالي للاهلي اللي لعبت معاهم في الاسماعيلي قبل كده؟ اعتقد عمرو السوليه. عمرو ولا في حد تاني؟ لا لا كان عمرو بس. ده استاذ احمد علي. مصطفى زايد بيقول مبروك يا كابتن متولي بالتوفيق مع الاهلي، وانتظر البطولات مع الاهلي هتكون من اهم اللاعبين في الفتره القادمه دهيما ان شاء الله يا متولي. بس اتمرن كويس. يعني شايف انك اتظلمت الفتره اللي فاتت في عدم انضمامك للمنتخب ده زين مالك؟ كابتن يمكن انا ما بفكرش بالطريقه دي، على قد ما بفكر ان انا بحاول اجتهد واعمل اللي عليا. في الاول وفي الاخر دي بتبقى اختيارات مدير فني او يعني اختيارات فنية انا ماليش دخل بيها، ولا اقدر اقول ان هي ظلم ليا، ولا اقدر اقول ان هي كانت حاجة في صالحي. لكن الموضوع بالنسبة لي كان فرصة اكيد في وقت من الاوقات، طول ما انا بجتهد وبعمل اللي عليا ربنا هيبعتها لي. اولتراس بيقولك جبت معاك عداد بطولات ولا نجيب لك يا نجم؟ يعني ربنا يكرمك يا متولي، ده اشرف جلال يا ابن العريش. مش من العريش، هو عايش 10 سنين او وقت طويل من وقته من حياته انا اسف في العريش، اللي ضحي عشان الاهلي نشيله فوق راسنا. ندى علاء بتقولك مفيش اسئله، بس قول له وراك جمهور كبير، كون على قد الثقه وعايزين افريقيا. ده دائما النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي. مش شاطر يا ريتك تقول له عايزينك زي اساطير وائل جمعه والنحاس وكابتن حسن. ده مرسي. يعني كلام كتير جدا يا متولي، وانا قاصد الحقيقه ان انا اوصل لك اسئله الناس وكلام الناس، علشان مش الاسئله فقط ولكن حب الناس من خلال تويتر ومن خلال فيسبوك ومن خلال اليوتيوب. يعني بسم الله ما شاء الله عامله الحمد لله الحلقه عامله معدلات كبيره جدا جدا من الكلام. ربنا يوفقك وتكمل مسيره اللاعبين اللي اسعدونا زي بركات وسيد معوض واسلام. ربنا يخليك. ده محمد، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هل قابلت لاسارتي؟ اعتقد انت جاوبت على السؤال ده. ما قابلتوش لسه حتى الان. اول تمرينه امتى يا كابتن سيد؟ يوم الجمعه ان شاء الله. على طول كده؟ على طول. بقالك فتره ما بتتمرنش ولا؟ لا لا انا اوريدي بتمرن الحمد لله، فيتنس كل حاجه كويسه يعني. مثلك الاعلى مين يا متولي؟ في مصر ولا محليا وعالميا؟ محليا. محليا يمكن كابتن حسني عبد ربه، وكان مثلي الاعلى في مركز الميد فيلدر كابتن حسام غالي، حماسه وروحه اللي دايما نجم كبير طبعا موجوده. حسام طبعا مش طبعا يا كابتن. مركز المدافع بحب شخصيه ومنتاليتي او كواليتي اللعيب اللي زي حجازي. اللي زي حجازي تقريبا نفس يعني الستايل تقريبا. انت يعني هو قوي بيحب يلعب كوره في نفس الوقت. يعني بره مصر بحب لاعب راموس كلاعب كوره. بعيدا مين؟ فان ديك طبعا. لكن يعني انا مش ستايل المدافع الخشن. انا من ستايل المدافع اللي بيحب يلعب كوره اكتر. لكن الكوره مش معايا، لازم ابقى تقيل يعني. لازم تقف شويه على الموضوع. طبعا. عجبك تنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه؟ جدا يا كابتن. جدا يعني. انت كنت في اسماعيليه الفتره دي ولا لا؟ انا كنت في القاهره. انت عايش فين دلوقتي؟ خلاص جبت بيت هنا وقاعد تقعد هنا؟ هو المفروض الفتره الجايه انا بحضر لكده ان شاء الله. مش عايز تقول عنوانه؟ لا بهزر طبعا. لكن انا الفتره الجايه بحضر لكده ان شاء الله، ان انا ابقى مقيم في القاهره. الفترة اللي فاتت شهرين تقريبا كنت موجود في القاهرة. لكن اقامتي كانت كاملة في اسماعيلية. في اسماعيلية. حتى كمان والدي ووالدتي موجودين في اسماعيلية دلوقتي. عيش الزوجية هيبقى هنا في القاهرة ان شاء الله. طيب مساء الفل يا حاج متولي، وخلي بالك من سعد سمير وبيضحك طبعا. ده على سعد سمير طبعا ربنا يرجعه بالسلامه يا رب. احد كباتن النادي الاهلي. ايه رايك في المنافسه بقى مع سعد سمير وايمن اشرف ومحمد نجيب ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومجموعه كبيره جدا؟ مجموعه كبيره ولعيبه كبيره كمان. بالظبط. طبعا الموضوع يعني بيحتاج 200% مجهود علشان تقدر تدخل وسط الناس دي تكون موجود، لان كل واحد فيهم اسم ما شاء الله يلعب في النادي الاهلي. ايوه.
بس مش شايفها منافسه هتبقى صعبه؟ طبعا صعبه جدا يا كابتن، لان كل واحد من اللعيبه دي زي ما بقول لحضرتك يلعب، مش مجرد اسماء يعني كابتن. بدايه من كابتن نجيب، الكابتن سعد، الايمن، لياسر، لرامي، كلهم لعيبه كابتن يلعبوا ويلعبوا كمان في منتخب مصر. فطبعا المنافسه محتاجه 200% مجهود زياده علشان تقدر تدخل في وسط الناس دي. محمود، انت عارف ان يعني ده طبعا بعض من اسئله الجمهور، انا هرجع على الفيسبوك تاني وبعد كده هروح لكم تاني على تويتر، ولكن بعض من اسئله الجمهور برضو بتسالك عن، انت عارف قد ايه ان الضغط في النادي الاهلي او المسؤوليه في النادي الاهلي كبيره؟ طبعا انت عندك، لو عندك 104 مليون على حسب العداد اللي موجود في مدينه نصر ده عارفه، فال 104 مليون دول مثلا منهم عشان ما ابقاش مبالغ يعني من 60 ل 70 مليون اهلاوي، وبالتالي انت بتتحمل مسؤوليه 60 70 مليون واحد. هل انت عارف الضغط ده وعارف ان انت هتقدر تستحمل كده؟ يمكن يا كابتن يعني مثال صغير انا اتحطيت فيه، انا ومعظم الناس اللي موجودين اللي قلت لحضرتك عليهم موجودين دلوقتي في النادي اللي انا عاشرتهم او عاصرتهم في منتخب الشباب، اتحطينا تحت، كانت بدايه لينا رسميه في منتخب الشباب، كانت بطوله افريقيا في الجزائر. كنا بنلعب في وجود 60,000 متفرج جزائر طبعا، فكان الموضوع بالنسبه لنا كلعيبه عندهم 17 18 سنه كان الموضوع فيه رهبه وهيبه كبيره جدا. على ما اظن ان الموضوع ده قتل ان انت تعرف تفرق بين الضغط وان انت ما تاثرش على مستواك او تلعب بنفس طريقتك ما تتاثرش من ضغط الجمهور حواليك يعني. فانت يعني او تعودت شويه، يمكن الموضوع ده اثر معايا او ساعدني، فرق معايا كتير. تمام. فاكر فين بقى كابتن محمود كل من ياتي الى الاهلي من الاسماعيلي ده؟ معلش يا جماعه، اصله مسج اتكررت كتير يعني. مسج كتير فبتروح في نفس الحته، فانا عبل ما بعمل كده وبعمل كده بس بعته يا جماعه. احنا يعني انا عايز النهارده الحقيقه اعرف محمود متولي، هو عارف طبعا بس لكن يعني ازود المعرفه بقد ايه جمهور النادي الاهلي ممكن ما يسالكش، ممكن ما تلاقيش اسئله كتيره، ولكن بيقول لك قد ايه هو بيساندك علشان انت اشتريت النادي الاهلي او ضحيت او ما دخلناش ما نقولش اشتريت، خلينا نقول ان انت عايز تروح النادي الاهلي وبالتالي مهما كانت هناك مغريات فانت بعدت عنها واخترت النادي الاهلي، فده مهم جدا. واللي بيختاره جمهور النادي الاهلي خلي بالك، شوف بقى هيقول لنا ايه، قول لنا كده سمير هيقول لنا ايه. تويتر نمره رقم واحد في مصر حاليا في خلال ساعه، يعني في خلال ساعه اسال متولي اصبح رقم واحد على دي حاجه بسيطه كده، بس جمهور النادي الاهلي ايه بيصبح بيها او بيمسي. الساعه بقت دلوقتي كام؟ يعني واحدة ونص، فجمهور الاهلي بس بيمسي عليك بيقول لك مساء الفل. هو انا كابتن يعني حابب اشكر كل الناس اللي وثقت فيا، اللي قالت في يوم من الايام محتاجين متولي في النادي الاهلي. بشكركم جدا، وان شاء الله باذن الله ربنا قدرني واكون عند حسن ظنكم واقدر اثبت لكم ان انا قد الثقه اللي انتم وثقتوها في يعني. تمام، دي حاجه شرف ليا يا كابتن. اختياري من وسط لعيبه كتير كويسه، شرف لاي لعيب ان جمهور بحجم جمهور النادي الاهلي يختاره. ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني واكون عند حسن ظن الناس دي فيا، اقدر اساعد زمايلي. معاك على الشاشه على طول، احلى حاجه في الدنيا خلي بالك. ما شاء الله يا كابتن. لا ما شاء الله ما شاء الله، بتخد فعلا بتخد فعلا رهبه كابتن. لكن كل ده انا بعتبره دافع ليا ان انا اكون احسن في الملعب. ايوه، دايما يا كابتن في الماتشات حتى لو كان الجمهور جمهور المنافس او الخصم بيبقى اكتر، كنت بحب جدا ان انا العب في وسط اجواء جمهور كتير، يبقى حواليا دوشه، بستمتع جدا بالكلام ده. ويمكن من احسن الماتشات او اكتر الاماكن والبلاد اللي بحب العب فيها شمال افريقيا كمان، لان جمهورهم بيحب الكوره جدا، عصبيين جدا، متوترين جدا للكوره، فكنت بستمتع جدا سواء كان الجمهور لفرقتي او العكس. ايوه، عارف احلى حاجه عجباني انا وانت بتتكلم، انا قاعد ببص على التليفون وببص على في اسال متولي مثلا، الناس كلها اللي كاتبه لك تقول لك انت شكل النادي الاهلي،
ده خلي بالك مصطلح مهم جدا، انت شكل النادي الاهلي في الشكل، هم عايزينك في الملعب كمان تبقى شكل للنادي الاهلي وطريقه اداء النادي الاهلي في وسط. خلي بالك انت الحلقه دي في وسط بقى افلام بتحصل حوالينا بره وناس عماله تغني وتعمل وتقول اي كلام، واحنا هنا وانت نمره واحد بس، جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج على قناه النادي الاهلي حطك نمره واحد في ظرف ساعه ساعه وربع يعني، او اقل من ساعه ساعه وربع، فعشان بس تعرف ان دايما عليك مسؤوليه، ومسؤوليه صعبه جدا جدا جدا. اخيرا عشان بيقولوا لي انهي، انا اسف لكل، طبعا انا ما اعرفش دول ملايين ولا الوف ولا مش عارف الحقيقه، حد بيقول لك احترامتك قوي لما اتكلمت عن الاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي بادب واحترام، انا واحد من عشاق النادي الاهلي، ده وائل الشويني. طبعا والله عندي شغل الصبح، ده محمد راشد بيقول عندي شغل الصبح وقاعد علشان اشوف الحلقه، بالتوفيق لمتولي مع النادي الاهلي، انا اسماعيلاوي. طب ده حلو جدا، ربنا يوفقك واحنا بنحبك وفي ظهرك، والاهلاويه بيشجعوك من وانت في الاسماعيلي. ده كريم بلال، اهلا بيك في اعظم نادي في الكون، اللي يحب النادي الاهلي احنا بنحبه، متولي صخره جديده في الدفاعات، في ظهرك شعب وجيش النادي الاهلي. ده احمد سمير بيبو اهلاوي بيقول نورت بس كده. عبد الرحمن سامي بيقول سيماهم على وجوههم، ربنا يبارك فيك ويكرمك ويوفقك ويبعد عنك شر الاصابات يا رب. محمود المتلي بيقول لك نورت يا صخره. ملاك محمد بيقول الجوكر محمود متولي، مستنيين منك الكتير، عليك مسؤوليه كتيره، كنا بنشجعك في الاسماعيلي وكنت واثقه، دي ملك بقى، يبقى كنت واثقه انك يوم هتبقى في النادي الاهلي، ربنا يوفقك يا جوكر، ان شاء الله بالتوفيق وتحقق حلمك ببطوله افريقيا، نورت الاهلي يا متولي، وان شاء الله نشوفك صخره. احمد شيكو عايزينك، عايزين نعرف يا كابتن اسلام، محمود متولي هيلعب قلب الدفاع ولا نص الملعب؟ لما ابقى مكان لسانتي هبقى ما بشتغلش مدير فني، انا بشتغل هنا بس. ف مستر لاسارتي اعتقد اللي هيقرر اكيد طبعا، اكيد طبعا هو جايبه اكيد عشان حاجه، خلي بال حضراتكم للمره المليون انا بقول لكم، لو في صفقات او اي صفقات تم اختيارها، احنا لغايه دلوقتي خلصنا صفقتين ومددنا اعاره رمضان صبحي، خلصنا اليو ديانج وكابتن محمود متولي، ده مش حد ماشي في الشارع كده قال لك احنا عايزين نجيب الاثنين ثلاثه دول، مجلس اداره بالاتفاق مع او جهاز فني بالاتفاق مع مدير الكوره مع مجلس الاداره مع لجنه التخطيط، بيلبي مجلس الاداره بيلبي طلبات الجهاز الفني، هل في جاي ولا ما فيش جاي؟ ما حدش عارف لسه، هنشوف ايه اللي ممكن يحصل. بتفكر تحترف خارج مصر؟ ده دكتور ايمن العيساوي، سؤال كويس. اكيد كل لعيب عنده طموح بيتمنى ان هو يحترف كده. يعني ما عندكش مشكله؟ ده طبيعي. طبعا. متولي يعني انا لو قعدت كده مش هخلص، لكن كله بقى كل جمهور النادي الاهلي كان ينتظر محمود متولي النهارده الصبح زي ما انت قلت بعد الفجر. تم الانتهاء من هذه الصفقه مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي، وبالتالي تم الاعلان اليوم الساعه كام كنت النهارده بتم الاعلان؟ كان في حدود الساعه 1 الظهر، 1 2 الظهر، الساعه 11 12 بالليل كنت موجود على قناه النادي الاهلي، وقد ايه شفت حب جمهور النادي الاهلي ليك. ف يعني اتمنى لك يا رب كل التوفيق، مسؤوليه صعبه، مسؤوليه كبيره اللي انا شايفه قدامي ده، مسؤوليه صعبه، مسؤوليه كبيره. اخر حاجه هقولها لك، زي ما الناس قالت لك انت بالفعل شكل جمهور او شكل النادي الاهلي، فانا بشكرك واتمنى لك. شكرا لحضرتك كابتن، ومبسوط ان انا موجود دلوقتي في نادي كبير زي النادي الاهلي، ده شرف لاي لعيب. بشكر جمهور النادي الاهلي جدا على دعمهم وثقتهم فيا، وبشكر جمهور الاسماعيلي تاني على دعمهم ليا الفتره اللي فاتت، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بشكر حضرتك جدا على استضافتي النهارده. ربنا يخليك، متشكر جدا يا محمود. معلش للاسف احنا حلقتنا خلصت، انا عارف يعني طبعا كل الناس اللي بتبعت لي وكل الناس اللي بعت لنا، انا بشكركم جدا جدا طبعا في وجود اخر صفقه او احدث صفقه من صفقات النادي الاهلي، نجم محمود متولي، منتهى الاحترام منتهى الادب، تكلم بمنتهى الاحترام عن النادي الاسماعيلي، تكلم بمنتهى الاحترام عن جمهور النادي الاسماعيلي، عن مجلس اداره النادي الاسماعيلي، عن اللاعبين، طموحات كبيره خلال الفتره القادمه نتمنى ان شاء الله ان هو يكون قدها، وانا متاكد ان هو هيكون ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، مفاجآت كثيره بقى خلال الفتره القادمه في لقاءات هنا تخص
النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي. انتظرونا خلال الفترات القادمه ومفاجآت من خلال قناه النادي الاهلي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.